عام منذ فرض التحالف حظرا جويا وبحريا على المنافذ اليمنية في إطار عملية عاصفة الحزم التي تم فيها السيطرة على أجواء اليمن وتدمير الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية خلال الساعات الأولى من العملية. الأجواء اليمنية بالكامل أعلنت منطقة محظورة فيما استمرت الرحلات المدنية، وحذر التحالف من الاقتراب من المواني اليمنية إلا عن طريق ترتيبات خاصة حددها التحالف. المساعدات الإنسانية والأغذية والمشتقات النفطية وجدت طريقها عبر ميناء الحديدة الذي حدده التحالف منفذا لعبورها للداخل بعد تفتيشها في جيبوتي. إجراءات الحظر والحرب لم تقف عائقا أمام عمليات تهريب السلاح التي تديرها الميليشيا عبر الموانئ البحرية، بل على العكس شهدت ازدهارا حسب مراقبين. فخلال العام ألقي القبض على شحنات أسلحة عدة بينما استطاع غيرها العبور. المنافذ الجوية أيضا كان لها نصيبها من محاولات الخرق، حيث اضطرت طائرات التحالف لقصف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. وفي البر لم يبقى سوى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة السعودية الطريق الوحيد لعبور المسافرين والبضائع برا. لصراع المنافذ في اليمن دور كبير إن لم يكن أساسيا في تقرير سير المعارك على الأرض، واتضح ذلك جليا على قرارات اتخذتها الميليشيا مؤخرا بعد أن استنزفت أسلحتها وجففت منابع إمدادها.